بعض. مش حالي انه صحيح. هي مو بس كاتبي، هي قالي كاتبي. عمري لا هيك كتبها يا بلا. اه صح كلامه. شرفوا يا سيدي، قولوا لي اللي كتبته بالاول واعطوني التقييم، بعدين فينا نشوف اذا هي كاتبه ولا كاتبه. وينك يا جو تشوف على هالبنات اللي بدهم يصيروا كاتبات. أيه انا ابا قبيلي يا الحمام عليم الله بطبق عيوني، وهذا الرجل الابيض قاعد لك جوا وما يفتش كعب الكمبيوتر. اسمع ولا اسمع هاي اسمع، انا بسافر الطياره لقي مقابض المخابرات وزت حالنا على سطوح البنايه وهم بعد. لا ما يزال مجلس الحكي حلو والله. كتاب اليوم خيو بتحسوا لك ضابط المخابرات كل شيء نصوص بيكتبوها، قال شو نقد يعني. بس حلوه هيك حلوه. كيف لازم اخذها هيك. خذها لازم اخذها. ريتك الا لك شو معقول راح كنا نضيع وقتي، خلص بعدين تظريفنا. بقول لك المكتوب باين من عنوانه. مع الموافقه. ايوه. شو عندنا كمان؟ زياد شو؟ شم هاللوحة رح تعرف لمين، شم شم ولا اقرا؟ لك شم بس. ايلي يا هيك اللوحات يا اما بلا عليم الله هي لك وفي علم، انت مثل علم هيك طبعا لك ولي على ولي على بعضي قسما بالله العظيم لو كنت بعرف هالعنان هي من قبل 10 سنين ما كنت لسه مشتاقها لك حبيبي. قبل 10 سنين كانت عنان صغيره متلعب بالحاره وبطبط مثل الفاره. ولك امك مثل الفاره اللي عم بقلبك على هالمنافس. شو يا صاير شعر ما معنا خبر لك حبيبي. بتعرف كان في عبد بالايدي بهذه العنان هي بتخلي زياد ينطب شعر وعبده يشوف نجوم الظهر. شنو البرفان كان فيها اللوحه؟ هات اقول لك هات يا سيدي كرمال عيونك ومع المحبه والاحترام بحط مع عدم الموافقه. طول بالك ولا تقلوها بالابواب. شو شايف مشهور الاتراب؟ لك حبيبي بيني وحده بهالجمال بهالعجوب هي شو بتفهمها بالكتابه؟ لك هي وحده يا دوبها تعرف تنشط شعرها وتحط روج ومسكرة، يعني اكيد كل لوحاتها رح تكون مسخره. بحظ مضبوط ما تحكي ما تحكي درر قلبت صاير بتستشعر كمان. ايه هات لشوف خيي هي اللوحة الثانية كمان لنفس الكاتبة حطها مع استماعك تفضل. والله مع الأسف ما توافق عليك. ليش؟ يعني عفوا أستاذ اللوحة ما حلوة أو أسلوب ضعيف أو اللوحة بشكل عام سيئة يعني ما بعرف شو. على حسب ما فهمت أسلوبك بالكتابة فيه ركاكة والفكرة سطحية والحبكة منها قوية على قفلة. ما لازم يعني هي كتابة منا سهلة. مري ما كان بيطلع بايده يكتب. انت صبية وحلوة شو ما تكتب الشغلة اللي معدتي؟ ليش اللي معدتي؟ بصراحة أنا كثير كنت متفائلة لأنه عالم كثار قبلوا حاتي ويعني شجعوني ف ما بعرف تفاجأت بالرفض وعم بتفاجأ فيك يعني. بس على كل حال شكرا كثير. يا سيدي قسما بالله احنا مش غريب. بنعرفك انه راح ينكسر خاطري بهذه الطريقه كنا مرقنا هلا وحتين، شو يعني راح يخرب المسلسل؟ شفتوا هالخال خال الله